السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صبحكم الله بكل ما يسر خواطركم يفرحكم ويرزقكم. كالعادة الخميس أنا نشتي تكون مخرة من عقب ما أصلي وعمل الخير، لازم من يلغ أبوي على شبريتي ولا احترج. ليش؟ لأني الخميس أنا ما أقيل ولا أرقد. شو السبب؟ يكون وراي خط من ضبي 250 كيلو، او اني صرت دبي او العين، المراد يا الشويهات يا البحر يا البر يا ما شاء الله بلادنا مترامية الاطراف، اللهم لك الحمد. فوايد اللي بقى الواحد والاختيارات كثيرة، كان يبل ولا بحر ولا بر ولا سهل، وايد اشياء. لله الحمد الباحث سيارتي العين كانت موفقة في هاك المعرض المنسق، الفنان الجيت، الناس الطيبة، العرب ليوال، بناتنا المجتهدات الطيبات الله يحفظهن، الحمد لله رب العالمين. الله وفقهن في اختيار هالمعرض المنسق والمرتب يبني التكاتف. البنات الوطن تكاتفهن، ما في تحدي ان هذه تعذرب اللي عند ربيعتها، لا، هذه تحلف براس الثانيه. المعرض هذا يحلف براس العارضه، هذه تحلف براس العارضه الثانيه. كل من عندها بضاعه ما بكل يهيل الملال جدا قرصه، لا، هذه تمدح بضاعه سائر ربيعتها، وهذه تمدح الايس كريم الثانيه هالبنيه عيش، هاي ترسم البسمه على وجه راعيه البسكوت، يعني شيء وايد جميل. ترابط نحن عندنا الترابط وايد جميل، هذا تعرف شو يدل على التربية الصالحة والنشأة اللي اللهم لك الحمد الأبهات والأمهات مربين عيالهم على حسن خلق وأدب عالي واحترام للشخص الآخر، حتى لو كان عنده نفس السلعة ونفس الطريقة. تمدح اللي عند ربيعته قبل ما تمدح سامان اللي عندها هي عارضتنا. فلفت انتباهي بناتنا المواطنات مجتهدات يستاهلن الدعم، فالله يوفجهن ان شاء الله ويرزجهن من حيث لا يحتسبه. ما قالن نحن عندنا منصب ولا نحن بنات فلانيين ولا نحن ابراج ابهاتنا ويدودنا تناطح السحاب. اجتهدن وظهرن هواياتن بكل ما هو يسر المجتمع ويسر البلد ويرفع راس المواطن، اللهم احفظها من الآن، يعني الله يحفظهن ويطرح فيهن البركة، يطرح البركة في ذريتن يا رب. حريم والله يمنهن، حريم كبار سبحان الله، وذو مناصب كبيرة ما ظهرن في التصوير، لكن عيبني التصميم لمسوياتن والتربيب، كان تربيب والترتيب كان من خياط أو من اكسسوارات مسوياتنها، مديلات، مصممات أزياء، فاتحات مشاريع كبيرة، وصلن إلى إنتاج أشياء من الأثاث، قطع كبيرة، يعني الله يرزقهن إن شاء الله. فمن هنا الدكتورة، ومن هنا المهندسة، ومن هنا المحامية، ومن هنا مصممة الأزياء اللي فاتحين في دبي، واللي فاتحين في الشارجة، أبو ظبي والعين، بقية الإمارات، الفجيرة مثل ما راويتكم البارحة، يعني سبحان الله، يعني هالشيء وايد جميل. القيوانيات بعد بدعات تبارك الرحمن، رواعي إيمان بعد ما بمقصرات، وراس الخيمة عادة بزودهن. شو بقولكم، أمور أنا ما شفت بنات مجتهدات طول حياتنا اللي اختفت، شرات الوقت هذا يزاح من الرجال بكل ما يملك من قوة. يا الله يا رب تحفظهن. وصل فيهن الحال إلى وزيرات وسفيرات، قائدات، ميدانيات في الجيش، يعني هالشيء وايد جميل. شيء الله، يا الجو اليوم تبارك الرحمن، ما شاء الله الجو. يا الله يا رب ترزقنا السيل، يا الله يا رب ترزقنا من رحمك يا رب العالمين، ترحمنا ما شاء الله. صلاح هذا الحين ياكل لي كبدي، ليش اني انا تاخرت ورا سيارته. Thank you.
صلاح شو يا كذب متى صدق هو من الله خلقه شو ترى شو راويك شو راوي ها ها لعب لعب انا بغيت لعب اخ عليك شو راويك صلاح شو قال لك شو قال لك وين بتسيرون كل يا كذب بتصير ما بقى بتصير الشارج اليوم انزين خالد القصاب بتصير له اليوم ما اليوم ما بيصير حبيبي ما بغدا وين غدا بيصير اليوم بيتعشون في البر هم في البر ما عنثرك حبيبي لا سر لهم يوم بيكونوا ياسين في الميلس اليوم بيتعشون في البر مكلمهم ادري حد وحارك رمسته في واحد من الصبح يا سيار مس لا نش ولا سلم علي ولا حبني ولا قال لي اخوي ولا قال لي اخوي ايش حاله والحبه متى وين الحبه وين الحبه عظم هلا حبه قوم يا عقوب وين بتعرس انت السلام عليكم وين الحبه الى عوده ايوه حبك العافيه أقول ليش يا اسمك هاني إن شاء الله هذا محسن محسن رامي شو مسوي الريوق اليوم بسرعة عادة أيوة الجيمات هاي شو افتح هذا بسرعة يا ويلك انت طريت القطاس حق ترد عدله باجل الحمر ما شاء الله ما شاء الله باجل مخبر الحبة طبعا ثانية السلام عليكم محمد والله مليون مرحبا ولا يسد الله خلينا بخير سلم على شباب الميلس والله مليون مرحبا الله يحفظك محمد هذا ريوقي زبيدي مع مش مع شو اسمه هذاك الخبر بروكلي وزبيدي انهان شو يا بيضة هي وبيضة واحدة سووا لي أبوي سندويش هالنمونة ماكو كل أنا ما سكر اليوم عاد حليبة ويا زعفران مسني ما شربت حليبة ويا زعفران هي والله thank you هذا أبوي خادمتنا الحين هدى ترى حشرون البحر يبون يعرفون طريقة الكرواسون هاللي سويتي الحين بعد ظهرتي شيء جديد كم بطالع الحين هذا نفس العجين ديال المسمن ديال بيت نفس عينة المسمن بس هذا فيه جبن وهذا فيه لوز وهذا فيه زعتر وهذا نفسه فيه جبن هذا فيه جبن لكن فوق سويدة وهذا فيه جبن لكن نفس عيدة عينة نفس العجين لكن محشاه جبن بس غير الزبدة زايدة عليها النشا شوية زبد بعاد نزي وهذا شو وهذا لوز وهذا زعتر مين زي زين وشو بعد تعرف ها افتح هذا محسن وهذا ابوي مني خمير قروص خمير صغار كما صارونها هذا ابوي جاي من بيت قمبارك من صالحون وياي النهوه وياي زيتون وزيت زيتون هاي ما اقول لكم يراننا نحن محشراتهم يرانا لو يسخنون الملحار سمو بيننا وبينهم بعد يبعد من حاك الزيتون بعد نمونة ثاني زيتون نمونتين وفرشين يلا عاد انقبض يلا 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 لا تكود عاد أربع حبات بالعدد أيوة حطنا هنا شكرا جزيلا على هالشيء المميز وانت بعد شكرا خاطري يبوي خدت من كل وحدة نص عاد اللي هاي تهلعت عليها اكثر خدت كامله من خاطري ما بخلي في خاطري هذا عفيف عليكم تعال يا ايلس تعالي عدالي ايلس شوف هذا مسج يجي شوف هذا مسج بالانجليزي زين سوينا له ترانسفير هو تسوى رساله اسمع شو يقول عاد السلام عليكم بابا ام هريس سبيكينج I'm sorry, Baba. I'm very, very mistake. I'm sorry. I'm come back again. If you want to tell me, Baba, I'm sorry. I'm very, very sorry. I'm very big mistake. I'm sorry.
ها شو رايك؟ شو رايك؟ والله ما اعرف، هو اقول سوري بس لان انت فكري انت الحين انت المسؤول، اخليه هي ولا ما اخليه؟ بنسامحه. شو رايك؟ انا فكر هو كلام سوري يعني انت هو كلام يعني سوري زين، هو سوي ميستيك بس انا فكر تجيب وقت مره تشانس شغل يعني يجي يسوي سؤال كيف يعني في فايده ولا ما في فايده؟ شو فكر يجي فايده؟ نسوي شكل زين مرة ثانية ما في سوي هذا نمونا قلت في فايدة. توكل على الله يعني نسوي سامحة. هي بعد كم سنة هو شغل عندنا؟ 2 سنة شكل. 2 لكن في 2 سنة كم مرة سافر بلاده؟ أربع مرة عهدت 5 مرة. 5 مرات سافر في سنة. هب هب هب. يلا. ان شاء الله اللي بنسامحه والله هو وايد زين لك بس هذا عذروب خلي حسنه الفتاة والله بعد عذروبه ما بهيب. ها ايش عندك؟ بلا لازم تصير هذا تسوي عليك السلام تصير تسوي الويزا مال امريكا. يلا بعطيك رقم مكتب سي فتكم. اخوي خرف اليوم كان عنده صلاح الصبح قبل ما يجينا كان عنده صلاح. صباحك الله بالخير شغيري. ايه. اما الكنافة هذا احسن مكان في الامارات كلها. ايه. يعني تعنون له من كل مكان يا خالد، حتى مني من ابو ظبي نروح ناكل هناك ونرد. لان الحين هذا الموضوع ما هذا الصلاح صباح عليك. هاي. هاي. صلاح تريقت اليوم عند سخلاف ولا ما لا لا واللي شفته توني في التليفون شو هذا؟ لا كذب. يكذب خلاف؟ يا خلاف ترى تكذب. تعالي ايه من الحناية ما خبرتوني شو هذا الحين اللي جبت لنا. انزين يو هاف تو كلوز ات بيفور يو برينج ات. يلا تيك ات اند برينج ات. يلا 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 يلا. صلاح تقول ما اكلت شيء؟ لا يا الله اكبر. خالف هي النور. يلا هذا مريالنا في نص طن 500 كيلو، في 500 كيلو نص طن ينحط ابوي في البكر ويتودى لين المزرعة وينشلون ابوي الزبد كله فيه وينياب لين بضبي ويتركب على الضو هاي اللي تشوفونها ومن يتنظف مرة غبي صافي رقم 1 يفقد ما يقارب 15 إلى 17% من كمية البخار اللي فيه يتبخر فلذلك يكون صافي. شوف ايش قال الحين حتى قاعة الجدر تبين لأن ما في نسبة رطوبة ناضي رقم 1. الحين نبتدي نحط شو الدويات هذا على ما تشوفون الحين هاي دويات نحن لين نحطها ما فيها حلبة دوياتنا نحن الحلبة ما نحطها فياز هذا الى لو وصل الدهن وصلت الى هالقوام تاخذ ساعات مش ساعه وساعتين ساعات لكن على ضوء قاصره الى للغايه وعقب ما تصير تصفو الدهنه وتتبخر عنها كل كميه البخار اللي فيها الزبد حطينا الدواء لازم الضوء تحفف الجدر وبعد الضوء هذه تكون 4-5-6 إلى 7 ساعات يصير الحين شفتوه الدهن ايش قال غذا متعاين مدلخ نحن نحط كمية الدويات وايدة ليش؟ لأن نحن ما في ما نسوي شيء بياعي نسوي كأننا نسوي لبيوتنا مش شيء خاص يعني للسير واليي لا هذا شيء خاص يسوى مثل ما نسويه لبيوتنا والهاليتنا نسويه للي يبقى من الجماعة فيازم على الضوء الحين لمدة 6 إلى 7 ساعات لين ما تصير وتعتزل الخلاصة هذا البزار اللي تشوفونه هذا مال دوياته تعتزل تحت وتصفو ترد صافي مرة ثانية شرات الزلال عقب ابوي مش من تبرد الدهنة زلوها شيء في غراش وشيء في البار وشيء في غراش وشيء في الباب وعقب يتم التسويق بهالطريقة هذا اللي تشوفون نص طن يشل مريل و4 حلق من الكبار
مريل واربع حلق من الكبار ويازم هالنمونه وعندنا ترخيص فيه من الدائره وناخذه ما التنمية الاقتصادية وعندنا رخصة وماشيين في هالموضوع أكثر من 34 سنة ما بشيء جديد لا شو الحين هذا هاي دهنة زاهلة الحين هاي بأي دول الحين هذه بالدول ترد وتصفو هالنمونة البزار هذا اللي تشوفونه اللي متخالط متجانس يصير يصفو روحه يركض في قاعة الجدر من يصير ويصفو يركض في قاعة الجدر تريوها الدهنة لين تبرد نشا وزلوها بوي شيء زي شيء في غراش وشيء في دبار شكرا جزيلا يا حبيب بغراش وشيء دبار الدب بوي فيها نص من والغرشة كيلو الدب نص من كيلوي والغرشة كيلو لو بيكمل ذهر ما عود إلا إذا بينهبش باليد زخ باليد ما أضمنه لكن بدون زخ باليد لو بيكمل سنين الله ما عود على ما تشوف تقرطيس وتلفيس وتخدمه ولايتي رقم واحد يلا. هلو هلو what's your good name ها روبي منو روبي بعد روبي قولي لي وين دوارك عنكن دوارك وين؟ طاحت؟ في الدان؟ كانت سيت داون هي ما تروم اي دوارك بعد السلام عليكم How are you؟ Thank you دوارك يلا يلا عشو شباب أيوة هذا الذهب الأصلي يقولون عن سمعتوه بالأول هذا هو الذهب الأصلي والريحة واصلة بريح عند ويه الباب مساكم الله بخير حاليا على ما تشوفون البنات والشباب حد يصب حد يقرطس حد يحط استكرات حد يفي جبويه الدهن الذواب اللي كانها ذهب في الغراش وشي ذباب وشي غراش والدنيا مطرجة هذا يوم أقولكم أن الدهن تختلف من متسكر الحين شوف على ما تشوفون ها يبقى عسه سيثرو شوف قبل شوي أمس والتبين الحين ما يبقى كلام شو قال صافي تحيدون الدلخ اللي كان فيها ما كانت مدلخة كانت مدلخة لأنها مبنابية من تسير وتنبع تعتزل الخلاصة تسك في قاعة الجدر دوياك وعقب الدهنة تازم فوق لو بتكمل سنة سنتين ثلاث مرة ما تعول أبدا لو الدهر يبلأ وهي ما تبلأ شوف الله عليك برزة يا سلام سلم والله اللي فنان وفوق عن الفنان رقم واحد ما شاء الله علي ولا حين ولا هالأيام هالأيام قد غير نمونة تبارك الرحمن شنو نظنكم الوهم يفن والحالة لله الامرأة سائر الله يحفظكم حينة وين دون الجهاز جهاز وضبي الاستثمار شارع حكم شارع بينك وبين الحصن شارع حكم والله نسيت شو اسمه لك من اوصل ان شاء الله بخبركم شاورت ويا الخبير قلت له اطري وين بنسير قال لا لك قبل خبرهم انت ليش بتسير الشارع هذا وش عسبه العنوة حينة الحين بخبركم تقولوا وين ساير هذا الحين بخبركم شوفوهن هاي الحين هاي العمارهن 13 سنة هالتريات كل البيت عم بكفة أبي 13 سنة عمارهن 13 سنة هاللي تشوفونها 13 سنة هاوين مأخوذات مأخوذات من كريستال عصفور كل اللي في البيت تشوفونهن هاي شو تم اللي في السقف هاي تشوفوا حين صاقلها موجودة يا غير ما لقطنا القياس اللي نحن باه القياس اللي نحن باه وشكله ناعم وفنان ما لقطناها هاك الأيام الحين بنسير الله يحفظكم كريستال عصفور
أمسات نحن خاطفين عندهم مقاسات شي طولانية على طول البنادم شوي أو طول البنادم وديتين من كريستال نعيم وفنان وجميل شرات هايل وعندهم تخفيض فبيعطون عليها علينا بيعطونا لها تخفيض والتخفيض موافق أنا شفته وتكلمت وياهم قالوا نحن ما عندنا خلاف نتريى تشريفك اللي هو اليوم تشريفك رب يرخقم أكثرها إنزين أنا أبو تشريف وايد عادة زوتها أبو محمد إنزين تريى زيارك اليوم وبتفق وياهم وقالوا شيء خصومات وشيء عروض وشيء 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 مخفي وشيء وشيء أمور وايدة كل أبوي هذا الحين بنصير بنصوره عند كريستال عصفور لقيت أمسات أخذت فيديوين ثلاثة شيء من سرقة وبنزلكم إياهن الحين ولكن في يوم بنصير بنبتدي نصور المعرض وشو عندهم شو جديدهم وشو اللي يفرق بينهم وبين أي كريستال في الدنيا العودة يلا نعم سعد خلاص ما يندرى هل في الطريق أنا بروم لكم كلهن حتى اللي في الميالس من 13 سنة ما أخوذات ولا عولا تحراها الباحة مركبات بين بيتهم قبل 13 سنة كانت أسعارهم 4 أضعاف عن السعر الحالي والله يبقى نص جيمة البيت كله ثريات بيتي هذا اللي باننا هنا اللهم لك الحمد نص جيمة البنيان كلها ثريات وايد مكلفة ثريات كانت الحمد لله الحين الثريات طاحن طيح برخص الماء كريستال عصفور كان قبل 12 سنة في بناية عوض سويلة من الكتبي في شارع المروب وخذنا سامانا كله من عندهم وكان بهايك الحكي كان 10 أضعاف الأسعار الحالية الحين تحولوا وين جهاز بضبي الاستثمار الحين أنا سألهم يا أبو كريستال شفتوا توري صورت لكم السقف هاك اليوم ما شيء موجود النوع الرفيع شيء ثريات متان ويبالهن مشبل وما ادري شو يعني يوصل وزن الوحده 300 كيلو 250 كيلو ان شاء الله حبي يطيح سقف بيتنا فلذلك الحين سمعت ان عندهم شيء انواع حجمها كبير طولاني مبني من الاعراض لكن اسعارها وافجه ونحن سايرين عندهم الحين وبنشوف شو الخدمات اللي يقدمونها شو الاشياء الزينه بنعطيك الاخبار كامله ان شاء الله احمد بن محمد بن فاضل الحامدي سلام عليك السلام عليكم كيف حالك الله يعافيك كيف انت خير وسالم الله بيوم مرحبا مليون مرحبا ولي سد ما علي سامحنا عاد على الغفله عاف عليك وعليك لا ما عليك ليه اللي ضايع حطوش عدالك هذه شبر لا ها حولك ايش حالك اللي بدك كيف انت الله يحفظك نحن وين حاليا نحن في كريستال المدينه نعم كريستال عصفور ابو ظبي هي عباره عن شو هالمكان عبارة عن كريستال مدينة الوكلاء الرسميين لكريستال عصفور في مدينة أبوظبي عندهم 4 فروع من سنة 2003 في أبوظبي فرعين العين وبدع زايد بعد منطقة الظاهرة على شوفة عينك أبو محمد ما في الحاضر ملح نعم ما في الحاضر ملح الأصلي اي نعم الأصلي واللي ما يعول اي نعم الحين اللي تقدر نسويه نحن شو نقدر نشوف الحين عندكم شو المميز وشو الجديد وشو عن طرف الاسعار وشو الفرق بين اسعاركم واسعار كل الاماكن اللي من غير بدون تحديد اسامي الحين مثلا طيب. نحن سمعنا يقولون والله هذه مثلا القطعه هذه نعم التحفه هاي يقولون والله هاي التحفه في اماكن اللي غير عليها 90% لا ابو محمد الله يسلمك هذه أسعارنا نحن ثابته خصومات اصليه في المحل هني وموسميه والاسعار على شوفة عينك اللي تشوفها في الكرتون هذه سعرها لا يقول لا شيء 10% ولا فيها 15% ولا تشوف فيها شيء مجرد انه ما ينزل فيه تنزيلات شوف هذا السعر ينزل سعر التنزيلات الاصليه التنزيل المعترف فيه يوم يعني 50 يعني 50 معتمد من المصنع هذا التنزيلات مش بايدنا نحن هذا التنزيلات معتمده من المصنع المحلات يقول لك 90 زغنبوت اب العود بقيت كود الغليظ
كديش كديش اقول لك شوف الحين شيء من القطع يقول لك والله القطعه هذه مثلا عليها تخفيض 50%. نعم زين. في محل ثاني يقول لك والله نفسها لكن نحن عليها 90%. نعم. لكن يوم بتصير للاصل السعر بتلقطها عندكم انتم يلي 50 ارخص ارخص عن اللي مسوينها 90. نعم. شو اللعبه؟ شو الطبخه؟ شو هي يعني كيف الطريقه الحين؟ شو هي مقصة؟ هي لعبة؟ هي جمبازية العرب هاي؟ شو مشكلتهم؟ حاولنا نحللها أبو محمد لكن ما عرف. أنا أشوف هاي يسمونها جمبزة على ما قالوا هالكوي. ما عرفنا. والله أنها جمبزة. إيه نعم. كيف يعني اللي بيسوي 80% تطلع القطعة عنده أغلى؟ متى تبتدي خصوماتكم؟ أبو محمد نحن اليوم تبتدي خصوماتنا. نعم. والخصومات نفس ما نحن عارفين في إمارة أبو ظبي. نعم. أن لازم تطلع عليها موافقة بلدية، موافقة تنمية وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، وبحيث أن يكون فيها تحكم في الأسعار وتحكم في الخصومات وأن تكون شفافية. يكون شيء رقابة. شيء رقابة وشفافية بعد للناس. نعم. أن خلاص مجرد خصم 50% خلاص هذا سعرها كان قبل. نعم. يعني يكون السعر مدروس قبل وبعد. مدروس قبل وبعد، وبعد ما ينزل الخصومات تنزل الأسعار الجديدة اللي هو 50% من السعر القديم. آه مش السعر الجديد. لا لا. ويقول لك بنسوي عليه 50%. لا، من السعر القديم اللي موجود في الدوائر وفي البلدية وفي الوزارة. اللي معترف. نعم. فيه. نعم. حين اسمعني، حين نحن خاطرنا نرمس وياك باكر. نعم. يا غير انا متاكد انك انت بتسافر وانت سالم. الله، الله يسر امورك. الله يسلمك ويحافظك. اسير البقعه هذه يو كي. اي يا زين من دار. اي والله. الله يحافظك ان شاء الله. امين. انزين، فنحن طال عمرك بني بكره المحل. بيلسوي هذا العود الضيخ اللي تو تكون. بنسولف بنرمس بنشوف شو الجديد، وبنحط الفيديوهات ها مالك اللي الحين صورت وياك. بكرة بين الفيديوهات هاي. حاضر. ما علي. حاضر. يطول عمرك. كل محل محلك يا ابو محمد. الله يطول بعماركم. وانت راعي محل ومره. جزاك الله كل خير. هاي بعد اشياء بعد غريبه ما شفتها انا. هاي يسمونها الجفت ايتمز. شو اسم السايد هاي؟ جفت ايتمز. هدايا. حق هدايا. دوائر حكوميه ولا في اعراس. هذا السوق الجديد. للأول أساس أن السوق القديم، بين السوق القديم والجديد، هذا الشارع اسمه شارع خليفة، كان وما زال شارع خليفة. هذا الامتداد يظهر في هذا وين طريق. هذه بنايات جهاز مضبي الاستثمار وراء البناية هذه. هذا المكان اللي أنا جاي أسبه، كريستال المدينة. كريستال المدينة وكيل كريستال عصفور. وكيل كريستال عصفور المكان اسمه كريستال المدينة، وهو وكيل كريستال عصفور الوحيد، وكيل كريستال عصفور في مدينة أبو ظبي العاصمة، أبو ظبي العين ومنطقة الضفرة اللي هي بدع زايد، وما حاش حوش منطقة الضفرة كاملة تغطيها بوي الوكالة هاي اللي هي كريستال المدينة، وكيل عصفور للكريستال. نحن بنرويكم شو اللي موجود عندهم. شيء نحن قبل صورنا شيء وايد، بنصور لكم الأشياء اللي باجي وشو الشيء اللي ما صورناه هاك اليوم. نحن بنصور لكم إياه، بخبركم عن الهست كله وشو الضمان اللي عندهم وشو الخدمة وشو اللي يميزهم عن كل مكان. وليش أصريت أني أنا أقول كريستال المدينة وكيل كريستال عصفور. مثل ما قلت لكم الفرع الرئيسي القديم بناية عوض نسويل ملكتبي كان وما زال لين اليوم ولين بكرة هو هذاك المكان اللي أنا أخذت منه تريات اللي لبيتنا. وكان وما زال نفس الجودة ونفس الصليج. شو السبب؟ نقاء الكريستال اللي عند كريستال المدينة يختلف عن أي مكان آخر، لأن لهم وصفات خاصة في الطلب. كل قطعة بقطعتها التحراه انت، ونحن ما تشوف اللي عندنا صليجهم ما يوجف. شو السبب؟ صليجهم ما يوجف لانه اصلي
الأصلي ما يختلف ولا يعول لين تقوم ناقة صالح. أبي أنت منو؟ أنا محمد، موظف بقالي 13 سنة بالشركة. أيوة. مسؤول عن المعرض. نعم. مدير معرض. نعم. وفضل من عند ربنا الحمد لله بقالنا فترة كبيرة بالسوق وأمورنا الحمد لله تمام. زي. عندنا كريستال عصفور بيتميز إن هو. سبع لحظة هاي اللي قلت لكم عنها. اللي قلت لكم عنها نحن كم مقاسها طولها؟ هي ارتفاعها 2.60 متر. 2.60 متر شيء أطول عنها. أنا ما رمت أخذها لأنها بتغدي بتغدي وايد طويلة وايد طويلة، فمش عن طويلة. أنا أريدها طويلة كان بيغدي وزنها وزنها وايد ما ينتربها ماي لكن مو بالضبط. يا سحي ول 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 يا ربي محي فاد هذا قبل أصور قبل ما يصورني الفقير عاد ما يدري يا أصورك أصورك حليلك أنت صورتك يوم سمي راقد الحين أنت متفطن حليل ما يندرافه منو هاي والله مش باين انزي أقول لك لا أقول لكم أنتو أنا اللي حين بأخذها هذه شيء أطول عنها وزنها كم هاي أطول؟ أطول عنها وزنها 95 كيلو. وهاي كم وزنها؟ دي وزنها 75 كيلو. هي نحن هاي 75 كيلو. هي بالنسبة عن الخبر أفضل. بتغدي زينة ورقم واحد والحمد لله أنا هاك اليوم ما كان موجود الحجم هذا اللي أنا أريده شيء لكن كان أدق وأرفع. محمد باشا إيه اللي يميز كريستال عصفور عن باقي الكريستال؟ كريستال عصفور يعتبر من أرقى كريستالات على مستوى العالم. يا راجل. لأن نسبة الرصاص فيه 30%، ودي مواصفات كل ما بيزيد نسبة الرصاص كل ما بتبقى درجة الجودة بتاعة الكريستال أعلى ودرجة النقاء بتاعتها أعلى، ودي المواصفات اللي بتتميز بيها عصفور، غير أن الفريمات بتاعته كلها نحاس طلة ذهب 24. طبعا الطلة الذهب بيعيش بيخلي القطعة تعيش وتعمر، وعليها كمان ضمان 10 سنين على اللون وعلى الكريستال طبعا مدى الحياة. انا تدري اللي عندي الحين كمل ما يقارب 13 سنة العمر كله ولا تغير شيء منه ما تغير 13 سنة طبعا بيعيش العمر كله من افخم الكريستالات وافخم الفريمات اللي موجودة وبيعملون حاس عشان يعيش العمر كله. غير كده كمان يعطي مواصفات اوروبية الفريمات. شو هاي للمسايد مثلا للي بيصير صرت مسيد انت وانت الله مرهي عليك وعندك شيء تول ما بلازم انك انت تدخل والله هذا ما ياز وهذا ياز وما ادري شو وانت مطرج. لا بامكانك العصفور معتمدين ابوي من الاوقاف فكلهن للمسايد كله مسايد كلهن هاي للمسايد كله. اشكال وانواع واحجام طويل وعريضة وشيء على شيء على أكبر وعلى حسب المقاس يقدر الواحد يأخذ من عندهم ويخبر الوزارة بوي أنا بغيت من المكان هذا اللي هو متفق بينكم وبينه عليكم اتفاق بينكم وبينه نحن بوي نبغي نركب الثريات هاي أو الشيء هذا في المسيد الفلاني ترى ما بعيد هذا أجر باب من أبواب الجنة إنك أنت تسوي شيء زين في مسيد شيء جمالي بيدخل المسيد شيء جميل وحلو ومرتب ليش ما تاخذ يعني اللي بيتبرع حق المسيد ما بلازم زل ولا مصاحف ولا كتب ولا كلينكس وحتى الثريات الانسان اللي الله مرهي عليه ياخذ مش غلط مش غلط ابدا الحمد لله ابواب الخير مفتوحه وابواب الفعل المعروف مفتوحه تقدر تساعد الاوادم تقدر تساعد المسايد تقدر تبني تقدر تأثث تقدر تفرش والأهم عن هذا وهذا تتنقل النوعية الجيدة واللي فيه بينهم وبين الأوقاف اتفاق إنه يعني مضمون من الأوقاف المكان. أبوي توي خدت الرجال هذا نحن في حايته هذا الرجال هذا عمك من عندك من شغلة دعاية أنا أبو حالك الله من الرجال والله مرحبا أبو جاسر شو جايب لك ابويا؟ والله طال عمرك جاي ناخذ من عندك شغلاتهم طيبه وممتازه وطباعتهم زينه ابشرك انه فوق عن الزين فوق عن الزين انا والله ساماني بيتي ماخذ اكثر من 12 سنه من عندهم وحين بغينا هاي الطويله هاي اللي تشوفها هالزرافه انت ما تاخذ الا الشيء المميز هي انا بكبري مميز الله ييسر امورك
حتى في حال الإنسان اللي يبغي مقاس معين أو موديل معين أو شيء هو يبغي يبتكره ويكون بس خاص لو هالبيت والفريج ولا المنطقته أو المكتبة أو الهدايا مثلا يبغي يقدم هدية بمناسبة معينة لزواج الفرح للمولود لأي شيء لجائزة لأي شيء كان يقدر يختار التصميم اللي هو يباه والعدد والحجم كل شيء يقدر هو يختاره هو روحه يقدر يختار التصميم يقدر يختار اللي يبغي ويقدر يكون هو منفرد بنفسه في هالقطعة يعني ما حد عنده شرات الشيء هذا إلا هو كان نوع إنارة جانبية أو ثرية أو تحفة أو أي شيء كان نوع أباجورة معينة نوع شمعدان معين لون بتشكي أي شيء ستاند مثل هذا أي شيء الواحد يبغى يقدر يصنعون لهم روحهم أي يعطيهم المقاس والشكل والنوع واللون وروحهم يخدمون لك وانت مطمن ضمان شيء مميز يكون عندك ما بعند حد سيوف المجسم مال مسيد الشيخ زايد على ما تشوفونه تشوفون المقاسات وطريقة ترتيب المآذن وهذا كله بترخيص من الأوقاف ما بياي منهم إليهم لا غير اللي جاي منه إليه من أن ظاهر حسب المواصفات والمقاييس من الأوقاف روحهم بعدد المآذن وعدد الجبيب والمساحات والطول والعرض يعني الشيء الأمي بلمي صح ففي أشياء وايد عندهم يعني أشياء وايد يعني تحت هدايا اللي عندهم مش موجود عند أي حد في الدنيا العود يعني على فكرة مش موجود عند أي إنسان إن كان ما زين لبرج خليفة ضمانهم دب الحياة دام الدنيا حية سامانهم كله مضمون ضمان على شو على نقاوة نوع الكريستال يعني ما فيه داخله شيء مدلخ ولا مغبر ولا شيء ما بواضح يعني الصفاء ماله والنقاء روحه فريد من نوعه هذا اللي يميز كريستالهم حيين في وده ما شاء الله عليهم قلت ما شاء الله وعلى اللون 10 سنين 10 سنين ضمان على اللون انه ما يختلف ولا يتغير ولا يعول ولا يستوي ادنات الدون 10 سنوات على اي لون من الالوان اللي موجوده عندهم ليت بيضوي الناحيه دي لون ليت بيضوي الناحيه الثانيه واللي تيجي انا اخر وايت ولا على حسب في لا في عميل يقول لي انا عايز ديكور الديكور اناره يا راجل لكن الاصفر حق زبون يعني عيب طريقه شرحه ما شاء الله والله عندها تشكيلات وايد كبيرة تشكيلات وايد كبيرة خصومات مميزة التخفيض اللي عندكم عندنا حاليا تخفيض 50% على وين 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 مثلا يعني هذا السعر قبل الخصم هذا السعر بعد الخصم 50% 50% في محلات تقول عندهم خصم 70% شو ليه شو السر كيف يعني لا هي الاسعار بتبقى ضارب سعر كبير وبنعمل خصومات كبيره عشان الناس تقتنع ان في خصم كبير على الاسعار بس هي الفكره كلها لا احنا بنحط سعر معقول سعر منطقي العميل يقتنع به وفي نفس الوقت هل التخفيض هذا عليه رقابه طبعا احنا بناخد موافقه من البلديه ايوه كل الحاجات دي كلها بيبقى عندهم لسته بالاسعار بالحاجات دي كلها قبل وبعد ايوه لازم عشان اخذ الموافقه شوفوا الحين مثلا يقول لك والله المحل هذا مسوي 70% تخفيض
70% السعر الأصلي هذا يكون 4600، يرفع السعر إلى 10000. إذا 10000 إذا يسوي الخصم 70% يستوي 3000، ففي كل الأحوال هذا يكون أرخص. اللي مسوي 50% أرخص عن اللي يسوي 50%. لا، اللي يسوي 50% أرخص عن اللي يسوي 70. شو السبب؟ لأن هذا ما غير وأسعاره ثابتة. فهذا الفرق، فهذا الفرق بين هذا وبين هذاك. الخدمة اللي تقدمونها بعد البيع، احنا بعد البيع أنا أخذت وسرت. تمام، احنا الخدمة اللي بعد البيع، نعم، احنا بنبعت لو في عند حضرتك مشكلة بطارية، عند حضرتك صيانة، تنظيف، منو ينظف؟ تنظيف احنا عندنا فنيين متخصصين في التركيب وفي الصيانة بكامل المعدات بتاعتنا. أتون وتنظفون الغبار مثلا ثريات علاو، انا ما اروم الحق انظف فن. لا لا لا، بنبعت الشباب الفنيين المتخصصين وبينظف الثريات بترجع اجدد من الاول واجمل من الاول. زي اللي عندكم تقول لي قبل شويه، احنا عندنا خدمه كمان ما قبل البيع، اللي هي ان احنا بنطلع بناخد العميل اللي بيعتمد عندنا، بنطلع بناخد له قياسات البيت، بنشوف الثريات اللي بتناسب المكان والاحجام، والاحجام طبعا، لان هو اختار ثري عجبته ممكن بعد كده تطلع لا كبيره بالمكان، تطلع صغيره بالمكان، نازله كتير، ارتفاع السقف عنده مش عالي كتير، فاحنا نعم. بنطلع بنعمل له الخدمه دي. مش عالي كتير يعني ما بيبقاش مثلا ارتفاع 3. انت متاكد انك مصري؟ انا مصري بس ساعات تقلب سوري. مش عالي كتير، انا قلت في خاطري ما تركب. فاحنا ساعات شويه شويه زين. بنطلع بناخذ القياس وبنقول له القياس المظبوط والطريقه اللي تناسب المكان، وفضل من عند ربنا الحمد لله يعني اغلب اللي بنركبهم الناس والله بتبقى مبسوطه بالشغل اللي احنا بنركبه والقياسات اللي بتناسب المكان. تستاهلوا تستاهلوا. وانا ابوي على سبيل المثال من متى مركب منها؟ اكثر من 13 سنه والحمد لله. حب 11 سنة. إيه. ولين اليوم اللهم لك الحمد من أروع. علما بأني ما خليتكم أنتم ولا مرة تنظفونهن، لكن الحمد لله تحراهن أمس مركبات. يمكن بيتنا الحين ما يدخل أغبار، وين بيجي الأغبار بعد؟ وضعكم وايد جميل في البيت. إذا أن بين فترة والثانية يتغير، تتغير التريات، تتغير مواقعهن، تتغير أشكالهن، تتغير أحجامهن، ترى مش غلط. ما بلازم هذا خلاص حكم أبدي للي سكن بيت ما يغير الثرية. لا، يروم يغير الثرية، يروم يغير موقعها، يروم يغير شكلها، يروم يغير مقاسها. لو اللي يصدق بها يعضيها حد ما ينكر حال، لا بعيب ولا بمنقود ولا بمنكر. الإنسان اللي الله مرهي عليه يروم يغير في السنة حتى وديتين، في الخمس سنين، في العشر سنين. أنا بعدني ما غيرت، لكن إن شاء الله وقت ما الله رها علي ويتني بويه رشتم فيها خير، لا والله بغير. ليش لا؟ ما حد بوي ما يبى الزين، ما حد ما يبى العدل، ما حد ما يبغي التجديد. التجديد شيء وايد ضروري في الحياة، من أثاث، من ديكور، من ثريات، من زل، من أطقم جلوس، من كل شيء. كل شيء لازم ديكور، يعني كله يتغير. شو المشكلة يعني؟ الإنسان اللي مقتدر لا والله يغير. مش غلط ابدا ان الانسان يغير في وضع لبسه، هندامه، بسيارته، بثريات، زل، كراسي، ديكور، نوع الورد، نوع وايد اشياء، نوع الوعيان اللي كل يوم تاكلون فيهن تاكلون عليهم بعد لازم يتغيرن، لون الصحون ما بتقبضن، ودي وحده سمتن وحده هاي لاكل الصحون، يعني هلال وانت هلال غيرك ما شيء. لا تقدر بويه رأيت البيت غير، حتى الصحون كل شهر تحط نوع، كل أسبوعين تحط نوع وتخالف ما بينهن. الزل يتغيرن، ينحط اليوم خضر وعقب أسبوعين ثلاثة أصفر، واللي عقبه بني، واللي عقبه بنفسجي، واللي عقبه حمر، والدنيا مطرجة كذا. الأمثال الثريات لازم يروم يغير في الثريات. ليش لا؟ والله يا أبوكم هالهويات ماتي إلا يوم الخميس والجمعة. يوم استغفر الله العظيم، يوم اللي واد تبسين البحر يأتي الهويات. اليوم قوة الهوى التحرى يبقى 80، هاي من أقوى الهويات. ما حد يروم يدش البحر اليوم، هو طهف. كيف بنسوي؟ ضرينا وتعودنا
وفي خاطرنا السيرة. قلت يعني حب إنه مقلت له حيلة، الحيلة وايدة والسيارات شرق وغرب في كل أماكن الدنيا طايحة، لكن ضريت أنا على سيرة البحر ولا لي بد من سيرة البحر، حتى لو أجلس على السيف، حتى لو أجلس وايد بعيد لي بعيد، ولا أني أسير شرق وغرب، غرامي سيرة البحر. سبحان الله، ضراه ضراه الإنسان يشب على ما يشيب على ما شاب عليه، أو يشب على ما شاب عليه، ما أدري شو إيه، ترى من شب على شيء انشاب عليه، ما أدرى شو قلت مساعة. المراد الله كريم باتجاه حين هي محمد بن زايد، تقريبا وصلت محمد بن زايد، بتغدى عيمنا الله خير وبصلي العصر وإن شاء الله بتوكل على الله. 90% إني بسير شويها، 90% بالرغم أنه هو وطهف يا غير ما بلازم ادش البحر، ترى بيوت وضحك وسوالف. قام مرزوق بعد اليوم، بعد مرزوق يوم شيء هو ما يطيع يسير، كان بيسير ابو محمد انه خذه بيسير، قال لي بعد تشاور ترى هو ايش قال بنسير ما بندش البحر. قلت ما شاء الله ابو محمد انت حضيض حوتي، لو بتعجب ابوي حبل في طرف البانوش بيجيك ودامك من الباوره. ما شاء الله. في كل الأحوال، في كل الأحوال إن كنت ساير شويهات أو دبي أو أي مكان، إني إن شاء الله إذا الله راد إن شيء موضوع مهم وبعد عليكم وأنا ساير في الدرب إن شاء الله إذا الله راد، جعل الله في العمر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي حال كل هذا بنقلب ويه استعمال حزام الأمان، حزام الأمان وعدم الانتباه وقت السواقة، هذا وايد ضروري الإنسان يركز، يركز وقت السواقة، ما يشغل نفسه في أي شيء، لا يشغل نفسه لا في كبير ولا في صغيرة، لا يتطاول شيء ينطاح عنه، لا يقبض تليفون، لا يعلي على شيء ولا ينزل شيء ولا يتطاول شيء من الكرسي الوراني. سبب الحوادث اللي في الدنيا العودة كل هالأشياء البسيطة هذه، شيء اللي ما له معنى هذا ولي. Nobody said to me you have all these things. Nobody said me. It's a surprise. Surprise. You have to eat another diet today. Surprise. Yes, surprise. نعم. Okay. Surprise. Yeah. يعني تجيب الشيء. How big is it? محسن شلوا وياها. لا 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 شلوا الصينية بكبرها. تقيل. No no don't open it. كريت ذي سان هي هي يوكا يعني هذا يجي مشكله ها بعد ما ترمي شيء خيب واي تجيب محسن ذي سكرين نو نو بور خيب ها شو داخل الحين شو هذا هالكذا حوت ولا حاجه جوه بعد شويه صبروا خلونا نقفل ان شاء الله يلا يلا انقفضي كنا خدامك يا البرمه هالريال منا ولد حرمه اوبن 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 انقفضي عثرتنا بسم الله يا رب البيت والحرام ايون 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 هيا ابوكم يبان فاقه يا ربي ماشي في الدنيا الا هو ميوب لا تم قبقوب لا تم ربيان لا تم محار لا تم بيض الصعو لا تم امر ربيان صافي قباب شنعد يريش قشيد ام القبقوب بكبرهن هبل ام ربيان ضاري على ام ربيان لا هاي ام القبقوب بكبرهن طعم اكبرها يا ربي يا هي دنيا يا هي دنيا وين جاي هذا كله هذا يا هذا هو أبوي هالجماعة ها هذا هم طرشينه هل ها بعد عندهم بعد نمون ها بالدي بعد من غير وخير بقى شيك بس وين يا ربي يا هي دنيا وبعيوشه ودنيا وعلمه وخبره منو بيصرف هالدنيا كلها انغارة شو بقولكم سوبريم ربيان كبار ربيان صغار صفاقي يا ربي ها لا تقول بتروح في ريحة السهج
لا تقول قبقوب من هاك الكبار المعسي، لا قبقوب على الكبير من داخل. ابوي هاي باله ابوي تعق ثيابك كامل ما تخلي على عمرك الا وزار وفانيله، وتتربع وتازم تلايم بيديك وريولك ما شيل له النمون. ويلي ابوي ترى الاكياس هاي اللي تشوفونها كلها اكياس حراريه تدخلهم في الفرن، وهاي الادم يوم بيكون في بر ابوي يحط ابوي له تحت البالدي. ها يقول ايد ابوي قولوا حق الطباخ مال اليوم غدا دونت ايت ات وي ويل ايت اوفري اول اور فاميلي ويل ايت فروم ذس وان. هي والله نوبدي كنت تو ماتش يا والله يا ابو كني ما دريت ان مطرش هالكثر. تحرى شيء بسيط قالين بين ذبونا غدا كما دريت شيء بالعظمه. يا رب يا ربي اسمي هالدنيا حرام ما دريت ان فيه صافي، ترى حتى الصافي موجود عندهم صافي البسكوت بعدها. يا ربي كل شيء كل شيء كم باكل كم باكل كم بصر. يلا القبوب عودة هاي حقينا أحبي جدرنا أيوة هاي حقينا أكلت أبوي أبو البلاد كل شيء. يلا 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 كودي كودي أيوة هذا نوعين ترى، نوع صوص أبيض والنوع الثاني مع الصوص من غير. يا ربي يا هي دنيا كم باكل حار. السم كان داخل شيء قباب شيء هوامير شيء خلاية خلاية. صور ياسين مناسبيني ها كان محاسبية معالي راسي مرتكزين ها ما بعد ما يباله رمسه. يا ربي قبقوب من الصغار الصفاقيات الأحلى ما في النغار محموس شو بقولك. يا ربي جسره اللي مندس داخل والله اني ابوك اتحراها شيء غير. ترى ابوي هروحها هاي سلما سلما هاي روحها جسرة سلما. يا ربي هاي باري روحها صح وهبياح. يا ربي بياح بعد من داخل ابوكم يبالكم. ها شو ما اقول لكم هاي الصوص الثاني بعد صوص صوص ماده حمر نكهتين خدوه. وين ساير انت؟ صاحبه برينج ذا بلاستيك. طب في بالي ان اول ما ببتدي في القبقوب لك اللي يوم شفت السلم تهلعت عليه. سمين شوف جاي معهم قفازات. لا هذا تشيل. طلع يا ابوك لان غير نمونه غير نمونه غير نمونه. شوف الحسه لمن شوف الحسه لمن قاعد هذه حمر وناضي ما بيايينك زفر. شو اسمه وين هذا الحين وين شو اسمه المطعم هذا؟ نحط لهم الرقم بعد شوي. تعرف انت الرقم؟ ما بمكتوب على هذا الدراما اللي مطرش فيه؟ حلو هذا اللي بدي اياه. هذا ما ادري ما احط على هدومك انا. طبيعي طبيعي ايوه ما ابالغ لان الحموزيه اللي في الدنيا كلها في السلمه اربع الله طباخهم ما يندر وين جايبينه. حامد ما لد اسوي اقول لكم مطرشين حتى مريول هالي اللبس هالنمونه تلف بعمرك مطرشين قفازات وما ادري شو. ها هاي ربيانهم طلع ربيانهم الله يا ابوكم. شوف الله عليك ربيان مكن من ربيان يعني هذا وهالكبير عين ابوه ما خلوا شيء ما طرشوه اسميه هوافي اخي بحاس اصبر 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 راس امك تجيبها دوكم. ها شوف الله عليكم عين ابوك مرة متسلط على اللي أنا عيني عليه البراهيم صوبك
انا ابوك ما شاء الله. الله يبوك من غير نمونة. غلطان ثم غلطان اللي ما ياكل الاكل مال السي فود. الحوم ده حجين عليها. لا حجين عالحوم واللحوم. ما دريت بهن ترى هاي العضاعب متسوسات هناك والحمد لله اني لقطتها. طلع الله عليكم. متشن بلح متشن وغير نمونه كل لحم لحم ريج ما بيايينك بس الا منظر لا لحم متشن طلعون شيء عجبه شوفوا لحم ريج بلح القبقوب متشن ما بياي اسم كل قروف على الفاضي لا متشن طع من داخل بيضة داخل متشن كل بيض يا ربي ثلاثة أيام يبالي ما أكل اللي يتوقع أنه ما كأنه خاطف سونامي على هالمكان ترى غلطان شوف الله عليكم يا ربي يا ربي شوف الدنيا هني شوف الله عليكم يا ربي وبعد أبوي هذا يوم يقول غرافة أكرام ها شوف هناك الدنيا والدين يا ابوك بنندحك ما ابالغ ما في نوع سمك الا محطوط ما قصروا وهذا القبقوب بانواعه والقواقع بانواعها وعيوش ثلاث اربع نمونات شو بقولكم شيء يعرف وشيء ما يعرف وهذا المشروع مشروع منزلي ها من تجار منازل موقعه ومقره في الشارجه واللي اعتقد في الشارجه ابراهيم الشارجه اعتقد في الشارجه ويوصلون الطلب لين المكان اللي انتم فيه في اي مكان هذا مشروع منزلي مواطن 100% مجتهد اشوف هي انا روحت وني رمسته ولكن شيء طول حاطين شيء كواويد بياكلون بشاكيرنا وربعنا وصدقاننا وبعد زاد يعني ما بشيء بسيط تول هاي الصينيين طرشينها وقرطاسة هاي يميع العيوش ما صورتها هنا العيش وما عيش يميع العيوش الدنيا والدين هاي قرطاستهم هذا اسمهم بوم أظني بو شو اسمه إبراهيم اسم صعب كيو ستيشن بي كيو ستيشن اسمه وهذا رقمهم بي كيو ستيشن هذا رقمهم وهذا عنوانهم يودون ابوي لين اخر الدنيا وين ها يجيك بهالموتر يطحن لين يوصل كتف السلع ولا في البريمي ولا في غمضه ولا اليادي روس اللي بال مدحه وين ما تكون طب علي وين ما تكون ويوصلكم دبا قويل ايمان كل مكان مزيرعه قرمده الماري يوصل دينة زايد البطين كل شيء ويوصلكم هذا اللي انا اكلت منه شيء مميز وانه ما في ريحه لسهجه اهم شيء هذا خبروني عن قيمته لاني ما اعرف كم قيمته والله اني اتصلت وقلت له خبرنا كم قيمه هاي الصينيه العود حلف مليون يمين يعني يقول احنا مسوينها مخصوص لكم انتم وما سعرناها من عندنا كرامه لكذا يا ابو محمد قلت له مشكور ما قصرت شغلكم مميز وفنان وغاوي ديكورات قرب الله تفاد حي على فنان زقرتي ابوكم فنان زقرتي اب من حنايا يس يقول ايت ذس بيقيلب وها ها صياني السي فود عندهم تبدا لشخص وبعدين 5 اشخاص 8 اشخاص 10 اشخاص 15 شخص 20 شخص وهاي صينيه اليوم مجهزينها للخالدي بس وبنسميها صينيه الخالدي على فكره اللي بيطلب ابوي صينيه الخالدي لازم يكون عنده على الاقل 30 ادمي وكلهم اكيله ولايتيه ما بدنا اكيله هاي قوم بخاشوقه وما ادري شو لا اللي بيطلب صينيه الخالدي لازم يعرف يوم انا اقول لكم انه يزيد عن 25 30 نفر تم زربطونهم والله نفرين ما راموا يشلونها وكلها سمكان ريج غرافهم غراف ناس كرام غرامهم انا
بعده قلبي راسي حب بعده حب ما طحن بعد الا غراب غرافهم غراف غراف اكرام. فلذلك كل شيء مكود تول والله. العيش بانواع ثلاث اربع نمونات العيش. الحديد خبرني عن القيمه لاني ما اعرف، اتصلت فيه اسئله اقول كم قيمه صينيه لمندوبت لنا، قال لي ابوي نحن هم مسويها كرامه هل كنت، ونحن لنا حين الصينيه كنا ما قدرناها بثمن، يعني ما لها بعدنا ما قيمناها، كان اسمها صينيه الخادي وليه من غير ما ادري شو عديت لكم اياه. وهذا ابوي رقم سناب هوم انستغرام لو سمحت. شو الحين احنا نحط لهم كابتشر سناب ولا انستغرام؟ عندهم سناب انستغرام واتساب ولا انستغرام؟ واتساب وانستغرام عندهم. شيء وايد فنان فنان من صدق والله العظيم من الخاطر. في شويه اكل في حروره فلفل، قلت لهم شويه ينبغى تخفون من نسبه الحراره فلفل. انا احب الفلفل لكن هاي الفلفل اللي انا الكميه اللي احبها مش كل حد يحب الكميه هذه، ففي اكلهم حار ما بحار ضو، حار فلفل، فمفروض ان قلت لهم ما يخفوا من كميه الحروره، وقال ان شاء الله هي والله. ابوكم بسير انا البحر، بسير البحر مزايغين قايلين ابوي طهفات وهويات وشمل وما ادري ايش ناقع 80. زين ابوي نحن ما بنمد الغوص، نحن ما بنمد الغوص ولا بنسير بقعتن ابوي فيها بعد، واحنا لا في القرب حاشرين الدنيا. لا تسيرون البحر ولا تسكون شرق ولا غرب ولا عندك ولا دونك لا عندك. عاش 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 شامبي يا شامبي يا ابو المرق. يلا سوي الغنيه غنيه هي علي. هلو يا زين انا حبك انت وين؟ قالي هلو يا زين كارندون عنو ابوه دون دوم اسكامين. قالي هلو يا زين يا زين لا الله يا رك الله. عاش 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 عاش. الله يحفظكم من النواتق الجديدة. هذا ناتق جديد وآدر مشروع منزلي لمواطنين مجتهدين في بيوتهم، إبداع من الآخر. الفكرة عدة مضارب للعطورات، انت روحت فيهن كل مضرب روحه زين، كل الناس بنفس اللون يسمونه نفس هذا اللي لابسنه هنا نفس اللون قصري. الله العظيم أقولكم انت روحت في بالمضرب روحه، ترى هاي روحه ريحه، ان حطيت مضربين ترى استوان ريح وحده، لكن دمج النوعين من العطر هذا يعطي نوع معين. ان حطيت الثلاث الانواع بعد تس وتس وتس من كل شيء تسست ظهر بعد عطر ثالث، وبامكانك هن كل يعني يستوي العطر هذا ثلاث روايح روحهن زين. التصنيع في المملكة المتحدة بريطانيا لندن، تصنيع براند إماراتي، ثلاث مضارب عطر. نحطيت نوع من كل واحد ترى هذا روحه، نحطيت نمونتين بتفوح نمونة رابعة، نحطيت ثلاث نمونات ضربة واحدة تسست من كل مضرب بتظهر ريحة خامسة، نحطيت واحد من اليمين واحد من اليسار بتظهر ريحة سادسة. يعني مجموعة مكملة لبعضها وهي ثلاث مضارب، هن ثلاث مضارب غير كل من حطيت نوع مع نوع يظهر ريحة ثانية منهن، هن الثلاث روحهن منهن وفيهن. العطر اللي فيه مركز بيرفيوم مركز، ثلاث المضارب هايين تركيزهم بيرفيوم مركز، يعني خلاصة العطر روح العطر. انزين مدة الثبات ثلاثة أيام، نحطيت المضرب روحه، نحطيت نوعين ضربة، نحطيت ثلاث الأنواع بعد ضربة، بعد كل منهم والجميع يقدر أن يتحدن ضربة ويعطنك ريحة مميزة جديدة، عطر مميز قوي دائم المفوتخ، لازم يفوتخ لمدة ثلاثة أيام ولا واحد فيهن يخصه في الثاني في العطر. يربتن كلهن وكل واحد منهن أخير عن أخوه، لا تقولوا ما قلنا لكم. عطر مميز
إبداع إماراتي مميز وتحت كفالتي. أما ياز سموني ماياز. أنا أقولكم الإنسان المذوق وراعي الريح الفنان واللي عرف للعطر الغاوي هذا هو اللي بيوزه. وما ياز لكم عين تنظر. رهم بيني وبينكم بالأخص اللي عيبهم الريح اللي يبطي ويفوتخ خامر الريح في هالثلاثة المضارب يوم بين رش من كل واحد رش ورشتين سعر ما دريبه لكن راعي المنتج مطرشنا ويبل إعلان عنه عطره ممتاز وجيد وما شيء خيار. أنا بنحط شيء إنستغرامه هني طرش رقم إنستغرامه الرجال رجال وحرمه هو رجال قرب الله ترياي لازم يعرفون أكثر عن الحريم. اكثر اللي سووه لها البنيه هذه ترى اثر المشروع هذا مال مشروع بنيه حرمه من هالدار وبشهاده اغلب الناس اللي تعاملوا وياها وخذوا من المنتج مالها واللي اعلنوا عنه كلن يشكر عليه حتى انا اضم صوتي الى صوتهم. منتجها بثلاث المضارب في منتهى الروعه وكل من تروحت بواحد لان غريته غير واندمجت الاثنين غير وحطيت ثلاثه منهم غير. انا الحين متروح من هذا حطيت عاد ثلاثة ما حطيت واحد ولا اثنين. المراد ريحة خنينة وفنانة ومن هالتساء وهي تفوتخ. المراد المشروع هذا مشروع وطني مشروع بنت من الإمارات وبالأخص من أبوظبي يعني على فكرة. قولكم بوش الحطة ساماني في السيارة ما شد لبست وخلصت وحطوا كشيرية قلت بردون أزلونه كله لقى لي هلال تيلهم قال أبوي سهيل وطباق ويحثي العيون والحالة لله وشمال ومليون شغلة وشغلة. قال لا تسير ولا عندك خبر. أنا أبو ياسين في بيوتنا وقارين في أرض الله ما بنسير أسبوع هذا. قلنا أبوي شورك وهداية الله يا أبو محمد شورك وهداية الله بني أسبوع في بيوتنا وما باليد الحين خلخ سبر عاد عنب وانت ما تقهر خلخ بقى صلاح خبرهم أبوي مبوني خنت على السيرة في البحر عشان إيه لا تو اتصلنا في هلال ابونا من وين بيصير ما ادري وين ما ادري وين. قلت له ابوي هان اخذه قال بشاهد ابوي السيف لو ما ندخل البحر لو ما ندش البحر الله كريم. اي نجلس ابوي على السيف ونرمس في بيتنا وشاي وقهوه وعندك ودونك وبيخاطب علينا تمام شو رايك؟ ايه بنسير اليوم وباكر بنصبح هناك وبنقيل ونهار ثاني بنبات ونهار ثاني يوم السبت ان شاء الله غدانا في مليح. وين مليح؟ مليح ابو ظبي. ظبي هني هذا هني. ابو ظبي اسمه مليح. ايش رايك؟ الاول مليح الحين ها غبه خضراء غني يا ليل. الله كريم. الله كريم يعني الله يغفر منا. تمام. من عدلها يا ابوك. اوكي صلوحي شي تبه؟ بس. بتجلس انت ولا بتصير بقى؟ وين بتصير؟ بيت. ما بتصير مكان انت؟ جاهزه هني خلاص. اجازه زين. بس وين بعد؟ ترى بي يوم السبت. بيلس اليوم خميس والجمعة كله في الشويهات يوم السبت إن شاء الله بي شفت اللي شفته برو عروم غير راي بدقيقة واحدة الله العظيم هي لا اتصلت بهلال أقول له أبو محمد ها قال بسير ما أدري وين ما أدري وين ما أدري وين قلت له لا يا رجال خلنا نعزم قال يا رجال هو وسهيلي بي أمينة قلت لي سد هناك اللي عندها كل بقع الغاوية وش هي السهلي والله وغير رأيي أذان الحين ها أذان أذان إنزين بنصلي بنمشي لا هكو حين إنزين من يدن بنصلي بنمشي صليت أنت تنام أبو هذا من زمان ما تصلي أنت ما تصلي تنام شو من زمان بعد ما أذن هذا أول هذا أول هذا الألف مال اليوم مال المكتب مال فيزا مال أسد هذا ألف إنزين تحاسب زين ما زين وياهم وإنزين هذا معاش أسد خيبة 2005 أنا ب 2005 هذا 2005 معاشه ما هي شو عيال هذا منين هذا مال السير واليي مال الصرف ها شو عيال مال بترول مال بترول مال بترول هايل هذا أبوي وهذا أبوي مال البقشيش ما أدري شو ما أدري شو هذا فلوس صراحة كلها زين شو بعد باجي
شو باجي بعد؟ هذا ابوي مصروف صلاح، تحرم صلاح حين، هذا ابوي يصرف وبيزات ويا وروح يجسم البيزات، وحين هناك شيء بعد ابو عشر يخردون له حق الهلال الاحمر حق عوشه، صح صلاح؟ خلص هنا؟ خلصت من امس هاي عنده. هاي ايش بسوي هنا الحين؟ 1005 هاي 500 شيء خردي عندك؟ اشو رامي وين ابوك الحين؟ اشو رامي؟ كم عنده؟ شوية بابا لكن قنبو عشر وايدات حبيبي ممزور ابوك قنبو عشر. ها انزين يلا حطها نبوي هاي حق بسير دبي. زين ترى صلاح ابوي روح كمبني من الكمبني الكبار، من الكمبني الكبار. الحين بخبركم من وين هالمعاش اللي حق صلاح، من وين؟ نحب اخبركم من اول ما ركب السياره. يلا صلاح قول الله يطول بعمر بنت مبارك. لا قول طال عمرك يا ابو محمد. محمد اي صلاح بارك الله فيكم، ما حد له منه عليه، ما حد مان عليه ببيزه ولا بمحمديه ولا حتى باربعانات شرخيه حمراء، ما حد له منه على صلاح، لا انا ولا غيري. صلاح يمشي له معاش. معاش من وين؟ صلاح مش موظف ولا يمشي له من شونه ولا غير شونه ولا زيد ولا عبيد. صلاح يمشي له معاش من عند الشيخه فاطمه بنت مبارك ام محمد ام الشيوخ الله يطول بعمرها. المعاش هذا كان معاش حياه الوالده حياه مايه من حريم الشيخه فاطمه الله يطول بعمرها. وفاطمه بنت مبارك خيرها مشرج مغرب شرق وغرب عند العرب كلها يعني الله يحفظها. من ضمن حريمها حياة أمي الله يغفر لها، هي وعدة من رقم كبير من نساء أبو ظبي يمشي لهن راتب معاش شهريا. يوم توفت حياة أمي قالوا عوش توفت معاشة، قالت معاشة يصرف لصلاح، يتم حق صلاح دام الدنيا حية. وقف هاك اليوم 3 شهور تقريبا، يوم يا هالخبر قالت يردون بأثر رجعي وينعطى المعاش حق صلاح. عيال هالباجين ما شاء الله كلهم كديد بخير وسهالة من ذكر وانت، لكن من عيال عوش اللي يستاهل معاشه هو صلاح. ومن هذاك الآن إلى هالآن كل شهر يمشي لمعاش صلاح، ومعاشه يجسمه وين يبقى، يتصدق ب 1005 والمخباه 1005 وحق البترول 1000 اظني ودريوله 2005 ويوم بيصير شرق ولا غرب يعني وبعده شيء عنده. وكل ورثه صلاح من حياه امي ومن حياه ابوي كله عند هيئه القصر حافظينه. يوم يبى شيء بيسافر ولا شيء ولا شيات هم روحهم يقصون له التذاكر، يحجزوا له يعطونا له حق الفندق حق مصروفه، بياخذ سياره. امس السياره هاي اللي ماخوذ المرسيدس من حسابه مظهور، ما حد عاطينا مرسيدس من صدقه. المرسيدس هذا اللي عنده صلاح ابوي خبرنا هل بالقصر، قلنا ابوي صلاح نبى له سياره زينه، قال تنقى ولا ابوي ليت والمه، قلنا نبى هالنمونه من المرسيدس هاي هي ليت والمه صلاح، ما نبى صالون بهاي اللي شرات الستيشن وهي هب ستيشن. قال هذه سياره نشينا وخذناها. يعني ما حد له منا على صلاح الحمد لله رب العالمين غير منه الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من ام الشيوخ الشيخه فاطمه بنت مبارك. بنت مبارك نعم طالت اعماركم، متوفت حياه مايه امرت قالت معاش عوشه يتحول بالكامل لصلاح. والحمد لله من ذاك الان الى هالان صلاح ابوي ما احتاج لا لزيد ولا عبيد، لا اخت ولا اخو، لا صاحب ولا صديق. معاش ابوي يمشي يعني العمر بنت مبارك عد ان شاء الله رام الله ليوة والعيد عد صرمه انزرع من شبت الدنيا بالجرنين لين يومكم هذا. يعني العمرها عد من مشى ويلس وقام وقعد وطاف وسعى في البيت الحرام على فعلها المعروف فيها الصلاح.
قايل لكم انا شيء موضوع برمسكم عنه وانا قابض الخط. مش نسيت وحين طرى على بالي. من الاشياء اللي تخلي البني ادم ما يكون سعيد التقييد بالروتين. الروتين البرنامج اليومي اللي هو هذا هو اللي تصبح عليه تمشي عليه هذا سبب رئيسي لعدم ان الانسان ما يكون سعيد، ما يكون في نشاط في حياته، ما في حيوية، ما في بشاشة، ما تكون عند ابتسامة من كثرة الروتين اليومي عدم التغيير اللي نصبح عليه نمسي عليه هذا سبب رئيسي لعدم الفرح وعدم الإنجاز وعدم الابتسامة وعدم أن الواحد يكون بشوش ومستانس ومبسوط. هذا سبب من الأسباب الرئيسية. من الأشياء اللي تخلي راعي البيت أو ساكنين البيت أو اللي مستاجرين البيت هذا أو أهل البيت رب الأسرة يتغير موده، يجي نشاط، تيه البشاشة، تيه السعادة، تغيير الأثاث، تغيير الديكور، تغيير الفراش، تغيير الصبغ، تغيير الثريات، تغيير اللوحات، شيء يتغير، شيء مرئي ملموس يوميا تشوفه ضروري يتغير. هذا من الأشياء اللي تسعد الإنسان، تخلي الإنسان يغني سعيد. يغني الإنسان سعيد إذا أن في تغير يستوي في البيت، في البيت المنظر اللي تشوفه يوميا هذا إذا يتغير ضروري بتتغير حياته إلى الإيجابية، إلى الأناس، إلى الفرح، إلى البشاشة. هذا أحد الأسباب. تغيير إذا الأثاث على حسب الإنسان وطاقته، إذا شيء إذا عنده الله مرهي عليه مش غلط إني أغير الأثاث، مش غلط إني أغير الستاير، هذا يعطي البيت بهجة جديدة، سعادة، يعطي البيت راحة، يعطي سكان البيت يرتاحون إذا يشوفون شيء اختلاف. إذا الإنسان الله مرهي عليه أحد أسباب السعادة في البيت وجلب الراحة لسكانه أنك أنت تغير شيء من هاللي في البيت اللي لك 5 أو 10 أو 20 سنة ساكننا، ضروري شيء يتغير. على كل حال 100% وصلنا الله يحفظكم عند مربط الفرس ومعنى القصيد. هذا حينه الهدف الرئيسي بكل هالمقدمات، تجديد الحياة الزوجية. كيف تجديد الحياة الزوجية؟ شو يعني تجديد الحياة الزوجية؟ ترى روتين ماشي الزوج والزوج عليه من 10 سنين أو من 20 سنة أو من 30 ماشيين على روتين. يا وقت التجديد، كيف أنك أنت تجدد حياتك مع أم عيالك على أساس أنك أنت ما تحس بالملل هذا أو أن نفس الروتين أو نفس البرنامج اللي مصبح عليه تمسي عليه. في برنامج، في شيء وايد ضروري اللي هو التجديد في هالوقت، لأن الزوج والزوج بينهم عقد، عقد هذا عقد ما ينتهي العقد، هذا دب الحياة. متى ينتهي العقد؟ بالانفصال لا قدر الله أو بموت أحد الطرفين، انتهى العقد هذا ما شيء تجديد. كيف يتجدد؟ كيف يتجدد العقد هذا إلا بدون ما يستوي موت وبدون ما يستوي انفصال؟ كيف يتجدد؟ فطريقة تجديد علاقتك مع الزوجة أو مع عيالك هاي طريقة وايد سهلة، لكن منتشر موضوع بين الشباب حاليا اللي فوق سن 42 و43 و45 أكيد شباب يعني. والله منو دار لك تليفون؟ إيه هاي العيوز. منو عاد العيوز؟ يطري عاد الحرمة حرمته. حينه أنت يوم عمرك 43، يوم عمرك أنت 43 حرمك يمكن أقل عنك بسنتين أو أكبر، نادر بعد تلقى الرجال حرمته أكبر عنه بسنتين أو بثلاث، من النوادر، لكن أكبر عنه أصغر عنه بسنتين أو ثلاث. والله هاي العيوز. زين هي حينه
عيوز وانت شباب يعني ونك. هي حين العودة كبرت وخلاص تجلس هالبيت ولا تصير ولتي وبس، ما لها مهرة إلا تربي العيال وتعتني في البيت وتكرم الضيف وتتعبل منك ومن زبانية النار اللي بيقضون لعب ورقة وشيشة وعشيات وغديات وريجات وفوايل ليل ونهار. الأناس والفرح لك أنت الشباب، وهاي ما لها نصيب. يعني هاي أزمة عيوز، الحين استوت عيوز ما يستوي. وبالأخص الرياها اللي ينظر الحرب انها عيوز وانها خلاص انتهى مفعولها، لان هذا ما في تجديد للحياة بينهم. هذا سبب الرجل ينظر الى المرأة انها خلاص انتهت صلاحيتها، هذه ما لها اي جديد، ما في لها شيء جديد يحفز الرجل انه ينظر اليها باثر رجعي. خلاص جابت عيال انتهى الموضوع، كبرت خلاص انا اشوف عمري. هي ابوي نحن بليناها في العيال، جلس ابوي تتعبد من العيال وتتعبد ابوي من البيت ومن كرم الضيف ومن العباله. ترى بنت عرب قبايل، خلاص انت يا بنت عرب القبائل ملزومه انت من البيت وضيوفه والعبال والمطابخ والخدم والحشم والنظافه والعلم والخبر والمدخن والفو. من اكبر الاخطاء عند البني ادم ان يعتبر ان الحياه انتهت مجرد ما وصل الانسان الى سن معين. بالعكس، سن الاربعين والثمانية وثلاثين وفوق الاربعين هذا ابوي توه تو الهوى بادي، مثل ما قلت لكم من قبل الهوى تو يبتدي، واللي فراس حب يبتدي ينطحن من فوق سن الاربعين. ما قبل الاربعين هذا ابوي ما شايف راسك حب، انت توك تي مع الحب لين سن الاربعين. سن الاربعين وما فوق هذا هاك وقت طحان الحب، وقت طحان الحب الصح. ما قبل اللي قبل ما بطحان حب، هذا يسمونه هو، لكن طحان حب الحب الأصلي، طحان الحب لولايتي ما فوق سن الأربعين، سواء كان للذكر أم للأنثى. ما تحيدون شيء وصف يقولون فلان والله قلبه خضر، فلان قلبه خضر، هي فلان قلبه خضر 70 سنة وقلبه خضر، لازم بيتم قلبه خضر. شو السبب؟ تجدد الحياة الزوجية، تجدد الحياة الزوجية في البيت من الذكر ومن الأنثى، من الريل ومن الحرمة. التجديد وطريقة التجديد وكيف تعيش التجديد وش تسوي بحياتك حق تتجدد الحياة بينك وبين أم عيالك. كيف السبب؟ شو السبب وشو الطريقة؟ أعرف حريم على سيراتي وإياتي، أعرف حريم عمارهم فوق 50، والله يا أبوكم يوم بتمشي عدال بناته ينهى تغدي عم من عمات البنات، التحراها هي البنت والبنات هن الامهات، انها اللم اصبع عن بنات تبلك 600 ودي قادي اللم تندق وتنصاق فرس، والبنت متقرقمه لان العنايه والنشاط والريل مبزنها ومدلعنها. ما بتذوي بتغادي دبت حياته فرس، شي حريم والله يا ابوكم تعدن 60، التحراهن لا فسلا ولا انسلا، التحرى ما تشد سبح ياهل في بطنها وهي يد، بل عندها احفادها احفادهن بيعرسون كان من ذكور من اناث، وهن التحراهن بنات البارحة ما شاب لهن عقص ولا طاح لهن ضرس، قاديات يمشن ويتقاطرن من اطرافن من الزين والدل والدلال والعدال. شو قاديات يمشن ويقطرن من الزين؟ الزين اللي يقطر هذا فيهن حاليا موجود رقم كبير. شو من هذا؟ هذا من تجديد الحياة الزوجية مع ريالهن، وطريقة التجديد والعلم والخبر بخبركم عنه.
اللي اهم عن الاولي والتالي، واهم شيء رقادك. انرقدتي من وقت ونشيتي صباح الله خير، جابلتي ربك، تمسحتي وصليتي ونششتي عيالك واصبحتي بخير وسهاله، وتنشكتي هاك الهواء الطبيعي الصبح الفجر ويا الاذانات، هذا ابوي احسن شيء في الدنيا. العود هاي يعطيك ابوي حافز للحياه ويعطيك نشاط مش موجود في اي مكان. هذا اكسيد الحياه يسمونه الاكسجين. الصبح هذا يظهر غاز الصبح ما يوجد الا الفجر، انت نشكتي هذا انت والخير رباعه. هذا اولا، رقدتي من وقت، نشيتي من وقت، الويه بيصبح الصبح رويان شبعان رقاد، ما بيصبح الصبح متجلود مشاهد التليفون والتلفزيون 24 ساعة. وين بتيجي العافية؟ والله ما ترقعي. أكلتي الأكل الطيب، أكلتي الأكل الصحي، ودرتي عنك الفاست فود، ودرتي عنك التخمخيم آخر الليل، وسويتي رياضك وأرضيتي ربك، بتشوفي شو بتغدين. والله لا تغدين وحدة فرس، هذا بيجدد شبابك وريلك، ما بيصير لا شرق ولا غرب. بي عبد الله من عقب أبوي بيشاهد صبح ومساء، يشوف فيك تجدد ونشاط، يشوف فيك حيوية، يشوف فيك لباقة، يشوف فيك روح، يشوف فيك تجدد شبه يومي دائم. هي نعم، بالأخص أبوي عيادات التجميل حق التمطميط وشي طايح وشي مترهدل وشي متحفص وشي باله تعديل وشي باله تشناز وشي باله لقط وشي باله تيبير. ما بغلط ابوي، دزم بالحيل كله، اخذنا الرمسه لا بد من العدال. الزين دانق والعدال دانقين، لا بد من العدال. الاول ما يصير مولين ابوي من قلت لا حيله ما شي دخاتر. والله يوم الحين ترى للتحرون انتم بس الكبار يتعدلن، بنيات على 15 و16 اكثر رواد مراكز التجميل بنات صغار بين 14 وال20 توهن برجات. من يصبح وينسن عند هلب التجميل، وكل يوم يطيح امر جديد وناتق جديد. سير ابوي ولا تتوانى. لا تقول ان ابوي هذا زين وهذا ما بزين وهذا نقن. ابوي الدكتور الزين والعياده الزينه، تنظيف البشره، صقال الويه، خلن ويوكن التحراها جنيهن محكحك، سيف مصقول، قرب برقع نبدا مصقول مصقله، يلق 24 ساعه تحملن ندول ويه دوت حياتكن كلها. ونحتاس الويه احتاسة الحياة. خلي عماركن طول حياتكن في نشاط وفي قوة وفي ريحة الخنينة وفي تعديل دائم. بتغدن يوم بتعدل يوم بغدي كجرة بداية الحياة ودي وحدة مدامكن حياة، دزم بالحيل كله وعليكن بالعدال والهندام الزين والترتيب مدام الله مرهي عليكن. نعم باكر ما شي فايدة من ينحني العود، ما شي فايدة. على ما قالت راعة الباطنة ست الغواني يا البنية، والدلعي في الشارع العود، الدلعي دامت صبية قبل المشيب وينحني العود. هيها راعة صحم قالت انها ست الغواني يا البنية، والدلعي في الشارع العود، الدلعي دامت صبية قبل المشيب وينحني العود. شي الفايدة باشر عقب كنت يوم انا بنت ليت اللي كان ما استوى. شي الفايدة عليك بالحين ابوي مدام ابوي عود تصاحي وصاحي 16 الرياضة والأكل والصلاة والصوم والأصدقة والعمل الصالح وارضاء الوالدين وترودين أهل والديك من عقب ما تم تبرين والديك وهم ميتين، تزورين أحبابهم، تزورين خواتهم أخوانهم بني عمهم اللي يحبونهم. نرد على الحبيب اللي يقول والله من فوق سن 40 و45 يوم يرد على حرمته بالتليفون يقول عاد 4%. إيه هاي العيوز، يعني على أساس إنها هي العيوز وهو الولد. الحين فوق 40
عيالك استوى عمارهم شيء منهم 18 17 15 شيء منهم ما شاء الله 20 الحين استوت العيوز عيز حيلك الحين هذا يزاها من عقب ما ربت لك العيال وصانت بيتك وكرمت وحشمت وربت هاي يزاها الحين الجفة والتشبع من الشخص هذا يأرث الجفة الحين شبعت توك مبرج أزمة هذه هي العيوز الحين من عقب ما ربت ويابت العيال وكبروا العيال استوت بالعكس الحين هذا الوقت اللي انت فيه هذا وقت التكريم نهاية الخدمة هاي عبارة نهاية خدمة انت حطيتها تعطي هاي زاها الحين عقب ما كدت هالكد كله وتعبت هالدهر كله 25-30 سنة وهي وياك الحين تستاهل منك الجفة الحين ما تستاهل الجفة يا وقت التكريم فوق سن 45 يا وقت البزة تفيق لها الحين خذ العطاء الحين خذ الكرم الحين خذ اليود الحين خذ البراه اللي بتباريك إياها كيف بتزاحيبك يدهين اللي تنشبين جبل شوي جداها بالمقابل السنع جبل جداها بالشي العدل بالأخلاق الزينة ما بالجفة ما بالنشادة ما بالنبيح ما بالتهنديج تغدي سخيف رهيف مأيم لبق فنان عند العرب كلها وعندها هي تغدي كلب ميدع مقطف لذاني يليج في العقل هذا هاي زاها هذا حين وقت التكريم ايه عقب الخدمة هذه هذا وقت التكريم الحين فوق الأربعين وخمسة واربعين هذا وقت الكرامة وقت رد المعروف وقت رد انها انجبت لك هالجنيهات الذهب اللي من عقب الله هي ربتهم هالسبائك الذهب اللي عندك انت حينه هيايات من 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 قمر راسك لو ما بهي ما تربوا هالعيال التربية الصالحة لو ما بهي ما الله رزق البيت اللي انت فيه ولا استوالك لا صيت ولا سمعه ما زقروك بو فلان لو ما بهي ما زقروك انت بو فلان وبو علان كان عزمت بو غايد لين تقوم ناقة صالح لا عيل لا تيل لا عندك لا إليك لا همك الله بتغدي هالنمونة قب ومركوز تمشي تغدي تايه لا إسراء لو ما بهي ربت العيال وحافظت لك على البيت وأكرمت وشلت هلك فوق راسه وتعبت من التربية انت أبوي تزر ساعة أبوي في داس تداوم ماتي لأبوي في الأسبوع يوم واحد وكانك في حبشان وكانك أبوي على الحدود ولا شرق ولا غرب ولا رغدي ولا مرتقد يابت لك العيال وربتهم وعتدلوا عزمت انت فلان الحين انا ابوه لا خيرت في هالصداقة هذا وقت حينه كرامة وقت الحشيمة وقت العبالة منها بين فترة والثانية ندوج هذا المبلغ سيري ابوي تعدلي وزيني سيري عند اكبر بروفيسور سيري عند اكبر دكتور عدلي هذا المهدر الطرف هذا ولا هذا هالحنحون ابوي خلي ابوي القطون ها 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 غادي ايش مره فوق تحرين تختبن غادي هالقناقين وهالمطاميط ليطيحن الحين ابوي لا جراحة لا همك الله لا عندك لا اليك بلمح البصر دخلوا هد وايش فطوه الحنحونه هذه قد تبدا كانه شيئا من الخيال حلم طيف مره خرافي حلم هي نعم هالمطاميط اكرمها بترد لك وحده هاييك الاوليه بين فتره والثانيه لا والله ندوش هذا المبلغ الفلاني سير ابوي اصلحي ما افسده الدهر يوم ابوي ضروس ويوم السطرات ويوم الحيات ويوم المطاميط ويوم العلبه ويوم الخواصر ويوم وين تيس انطرجه
لا تخلت لا تبخرين عن عمر تبخيره الدخاتر اللهم لك الحمد على أفمن يشين ولا تيرسين تترين تطيح الويه بكبره عقب ليت اللي كان ما صار ليت اللي قرى ما كان لا 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 تعبل منها أكرمها أحشمها شمها لا تقصر في حقها يوم شرق يوم غرب هذه تجديد الحياة الزوجية. كيف تجديد الحياة الزوجية؟ بالجفة انك تخليها كود ما تدري بها كان حية ولا ميتة ذكر له انت الاول خذت بنت العرب ابنية الحين جلب الذكر لازم بتنجلب ذكر بتنجلب ذكر يوم تهاينها يوم تتعرعر صبح ومساء وما شيء تقدير للحرمة أو إنها كبرت عيوز عيز حيلك وين يت عيوز هي عيوز أنت عيال ولد البارحة أنت ما بولد البارحة أنت الشيبة المتهردم مدوي عمر قاسم زور هي سوت العيوز لا هذا وقت الكرامة وبعكب ولازم تزيدها في الكرامة تزيدها بالعبالة تزيدها من الخير تزيدها من فضل الله اللي الله أرزقك إياه بركاته هي لو ما بهي والله لا استوالك بيت ولا سمعة ولا قدر محب يدريبك لو ما بالأنثى اللي هذا خذت أنت ويوزوك أهلها ولا كان أنت محد درابك الحين هذا يا وقت إعادة ترميم وهيكلة الحياة الزوجية بسفرة وهي ما تدري لا تشاورها نشاورتها بتقول ابوي هذا ابوي ناوي على شيء لكن انت لا تشاورها ولا تناظر لا عندكم ياهل تربونه وعياركم ما شاء الله كبار والحمد لله ما عليهم قاصر خل ابوي الشيء هذا فجأة حجز التذاكر وحجز العلم والخبر ما بتوعي يلا بعد ساعتين سفرنا وين بنسافر بس ما بتقول لك لا والله يا ابوك لو تسوي حركات يا سعد حظها هذه أبوك الحركة هاي السفر المفاجئ تردها ورا 30 سنة لترد لك وحدة فرس عصملية رقم واحد لتغدي لك انت عزم بادر بهالمبادرة سو حركة سو شيء في حب الله وبالأخص إذا أنك أنت سمعت عن عيادة تجميل قوية ودكاترة شاطرين روحك تحجز وتوديها برسم الخدمة ترى ما بعيب ما عليك من هالملاقات اللي يقولن لا 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 نحن ما نسوي تجميل ولا نتعدل ولا نتزين إن شاء الله سحر عندكن سحر 71 سنة عمرها وغادي ويها تحرها سكت ربية سحر مقراي عليكن شاربات ما أدري شو هذا قطرة شفاء ما عليك ابوي كلهن يتعدلن وكلهن يتزينن يا غير ما حد يدري ولا يخبرن ولا يطرن يدخلن ابوي من البيبال الخلفية في مراكز التجميل وتنقن الوقت الطير ما يطير القايلة عسب ما حد يعرفهم ويسارات ولا وين جايات يصبحن ويمسن ولا شيء يفرح الحرمة شرات خبر اكثر ما يفرحن سيرت ابوي ترى وصلت ما شاء الله علي يا روم ارمس من بوظبي لين الرويس ما عليك تقصير دوب انزين ما شي يفرح امهات بريجع ما شي يفرح الحرمة شرات خبر العيادة الفلانية فاتحة تسوي الشي الفلاني والشي العلاني فلانة قالت شوفينها هايج شو قال نمونة ويها غادية صارت عند الدكتورة هايج وصارت عند الدكتور دق عصي يازم انقلاب كويلين يازم ابوي عدال باب العيادة هايج شمنه ما شي يفرح الحرمة كثر العدال وكثر الزين والحرمة يفرحها الذهب تفرحها الصيغة تفرحها البيزات يفرحها دكتور التجميل خذ الرمسة عندي أنا 100% الكلام أعطيك إياه بلي هذا اللي يدور السعادة لازم ابوي ادهن السريري عدل البرنامج ادهن السير ييري ادهن السير ييري بدون دهان السير ابوي ما شي يمشي ما شي حتى في الحياة الزوجية لازم ابوي بين فترة والثانية تكرمها بتغدي لك الحياة ما شي شرعتها تكرمها
ما عندك عسل ريجك عسل، لا تقول ما عندي بيزات ريجك عن 600 بيزات. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تظهر الغول من السرب، الكلمة الطيبة تظهر الغول من السرب. عيال شين وقوات عين بعد جليل معطى وجفة وتبه زين. لا 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 لا, لا. هذا طمع، هاي بطرة، هاي يسمونها البطرة. إذا أنك أنت شين وقوات عين وبعدك تدور اللطافة وتدور الشيء الزين يا بعده، ترى ما بحسافة أنك أنت تكرم من العيال وتعطيها وشيء يتعدل مما أفسده الدهر ما بعد سن 45 و47، ترى ما بحسافة. هذا أبوي بيخليك تعيش بعك 15 سنة قدام بخير وسهالة بسعادة زوجية. هي بعد هي بتشوف عمرها في في في, في المنظرة ولا انها متجلودة فقيرة، بعد ييها اكتئاب تيها ضيجة تتملل من عمرها، شو شافت ضروسها فرق ومتحيسات بعد يبالها بهنسات معاشها ضعيف، الله الله فيها زيدها بعد يمكن هي عندها التزامات اخت ولا اخو حد عليه دين ولا حد في حاية يوم بتساعدها بعد هاي ابوك بعد يعدل معنويات. هاي اشياء وايد ضرورية لا تنسى. بعد عندها لها اهل يوم بتنظر لهم بعين اللطف وعين الحنان وعين العطية، ترى يشوف بيشوف هبة تشوفها ابوك كأنك مسوي شيء ما حدش سواه. بهالطريقة تسعد الحرمة، والحرمة اذا تسعدها وتسعد اهلها ابشر بالخير، ابشر بحياة سعيدة متجددة دائمة النشاط. حبل معاير اخوك فعلته وتركته، ويدانك هذا اصلهم وخوالك هذا فعلهم ويدانك هذا تركتهم. وين تباها تغدي بخير؟ وين بتغدي بخير؟ يروحها طبعانه بعد هوس على تريتشة، هي طبعانه تهوس على تريتشة ايش قايل؟ بعد تزيد الهرموز ملح، يروحها فقيره معثرنها زمانها معثرتنها امور اخوانها، بعد انت تجلس تعايرها. هل معاير ما لمعنى؟ ما لمعنى المعاير، هذا هو اللي ما لمعنى. الحين بعد سن التقاعد، بعد سن التقاعد هذا وقت الكرامه ووقت ابوي العنايه بالحرمه اللي ربت لك الاجيال. شل هوازم ابوي شاره تطير، كل يوم ابوي فوق الشيره دام الله مرهي عليكم. لا والله لا تخليها تقر، كل يوم في بقعه وكل اسبوع في مكان. يا سعد حظك انك انت مكرمنها من عقب هي ما اكرمك وصانت بيتك وربت العيال وغدوا العيال هاك الريايل اللي عليهم رضوان من الله وغديت ابو فلان. هذا الموضوع اليوم اللي بارمسكم عنه وخبرتكم عنه والسموحه اذا حد ابوي ما فهم شيء انا قلته والغلط ولا شياته هذا شيء علم عند الله، لكن انا اللي علي رمست بالشيء اللي يملي علي ضميري والشيء اللي اشوفه في الحياه والشيء اللي تشوفه عيني. أنا ما أمس من فضاوة ولا من فراغ، أشوف الشيء قدامي وأرمس من الواقع، رمستي من الواقع مش من الخيال مش تأليف. هذا نحن نشوفه وأنتم تشوفونه في كل بيت وفي كل مكان وفي كل مكنب وفي كل ميلس وفي كل حارة وفي كل بلاد، وكلنا نعرف هالشيء. الناس مش مغمضة عيونها تحرها تأليف، لا هذا حقيقة وحاصلة في كل بيت وكل مكان. السموحة من جنابكم طولنا عليكم، أنا هروم أرمس لين وصلت شوي، هات هروم أرمس هكذا ما شاء الله علي. يلا بنرمس بعد شوية. عمي ترى جانا مطر ونزلت أركض من فوق، قلت لازم أغطي كرسي العرش مالك. ها شوف كيف مهتم مالك في الكرسي، لا تنسى التليفون الاحمر، شوف الكرسي شوف غلفته من المطر. قلت لا بكره يجي عمي ويلقاه مبلول حرام.